الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. مرتفعات وذرينغ، الوجه الآخر للحب. كاثرين إيرنشو، أتمنى أن لا تنعمي بالسلام ما دمت على قيد الحياة. قلت إني قتلتك، إذن فليلازمني طيفك، فالضحية تلاحق قاتلها. ابقي معي على الدوام، خذي أي صورة تريدين، ادفعيني إلى الجنون، لكن لا تتركيني في هذه الهاوية حيث لا يمكنني إيجادك. ليس من السهل ولا من الدقة أن نصف مرتفعات وذرينغ، رواية إيميلي برونتي الوحيدة بقصة الحب بالمعنى التقليدي لما هو معروف عن روايات العصر الفيكتوري وعن روايات الأخوات برونتي بشكل خاص، فهي قصة حب وهوس وكراهية وانتقام في آن واحد. تقع أحداث الرواية على مرتفعات وذرينغ التي تماثل في اضطراب رياحها هيجان ساكنيها وقسوتهم على أنفسهم وعلى بعضهم. تشهد مرتفعات وذرينغ الضبابية أعنف قصة من قصص الحب وأكثرها تراجيدية وكآبة، وذلك بين بطلي القصة هيثكليف وكاثرين إيرنشو. كاثرين هي ابنة الرجل الطيب السيد إيرنشو، الذي يقرر ذات يوم أن يدخل إلى عائلته فردا جديدا يعوضه عن فقدان ابنه الأكبر، طفلا غجريا داكن البشرة اسمه هيثكليف. أحضره من شوارع ليفربول فقيرا ومتسخا ليعتني به. يجد هيثكليف في كاثرين صديقة مقربة تشاركه اندفاعه ومغامراته، لتصبح فيما بعد حب حياته ومصدر بؤسه. كما يجد في السيد إيرنشو أبا حنونا وراعيا صادقا لا يفرق في معاملته بينه وبين ابنته وابنه كاثرين وهندلي، مما يؤجج مشاعر الغيرة في نفس هندلي. وبعد وفاة الأب يعود ابنه هندلي بعد سفره للدراسة إلى مرتفعات وذرينغ ليمارس تسلطه على هيثكليف، فيعامله كالخدم ويمنعه من قضاء الوقت مع كاثرين كما سبق. وهنا تبدأ بذرة الانتقام في قلب هيثكليف بالنمو. يزداد الأمر سوءا عندما تقود إحدى مغامرات هيثكليف وكاثرين إلى تعرض كاثرين للهجوم من كلب الحراسة في بيت عائلة لينتون في ثروش كروس جرانج، البيت الريفي المجاور لمرتفعات وذرينغ. وتضطر حينها كاثرين إلى المكوث ضيفة هناك لعدة أسابيع. تقرر بعدها وبعد تردد الزواج من الشاب إدغار لينتون رغم حبها لهيثكليف. يدفع هذا الأمر هيثكليف إلى الرحيل، فيغيب لثلاثة أعوام ويعود بعدها رجلا غنيا ونبيلا باحثا عن الانتقام من الجميع، كذلك كاثرين. تبدأ الرواية في الزمن الحاضر مع زيارة السيد لوكوود المستأجر للمنزل الريفي في ثروش كروس جرانج، زيارته لهيثكليف صاحب المنزل الحالي، إذ تروي المربية إيلين له ما حدث منذ 20 عاما بين عائلتي إيرنشو ولينتون. ثم نعود إلى الحاضر لاستكمال الأحداث مع أبنائهم كاثي ابنة كاثرين وإدغار، وهاريتن ابن هندلي، ولينتون ابن هيثكليف من إيزابيلا شقيقة إدغار. وتتابع الرواية مع أحداث انتقام هيثكليف منهم. ما يميز هذه الرواية هو الازدواجية والثنائيات على عدة مستويات. فلدينا مثلا راويان في هذه القصة، إذ يروي المستأجر لوكوود بعض أجزاء الرواية، ونجد أيضا في الرواية جيلين، جيل الآباء وجيل الأبناء، وفي كل منهما ثلاثية حب تجمع شابين وفتاة تدعى كاثي، وكذلك منزلين ثروش كروس جرانج حيث تقطن عائلة لينتون بهدوئها، ومرتفعات وذرينغ بصخبها. ترمز الثنائيات إلى صراع كامن في كل ركن من أركان الرواية. يعد هيثكليف الشخصية الأكثر غموضا وتعقيدا في الرواية،
وتدفعنا تصرفاته إلى التساؤل عن دوافعه الحقيقية. فما الذي جعله يتحول من عاشق بطولي في بداية الرواية إلى باحث عن الانتقام في القسم الآخر منها؟ وما الذي يدفعه إلى الاستمرار في انتقامه من شخصيات بريئة من الجيل الثاني؟ يمكن القول إن تصرفات هيثكليف تعتمد على ثنائية الرفض والقبول السائدة في الرواية. فحينما تقبلته عائلة إيرنشو، أبدى العاطفة الصادقة والإخلاص للسيد إيرنشو وكاثرين. وبعد وفاة الأب وقرار كاثرين التخلي عنه والزواج من إدغار، أظهر طبيعة جافة قاسية كقسوة رفض لا يعرف إلا الحقد والخيانة والانتقام. وبالفعل فإننا إذا ما قارنا بين عائلتي لينتن وإيرنشو، نجد طفلي لينتن إدغار وإيزابيلا بحبهما وإخلاصهما نتاج العطف والحنان والقبول من بيئتهما، بينما نجد هيثكليف وكاثرين وكذلك هندلي بقسوتهم وبؤسهم نتاج الرفض والإهمال. أما كاثرين فهي حينما رفضت ذاتها وطبيعتها الجامحة مع هيثكليف وقررت زواج من إدغار لإرضاء أخيها ومجتمعها، دمرت ذاتها ومن حولها. تتميز هذه الرواية بوصفها الآسر للطبيعة في مرتفعات ويذرينغ وأراضي يوركشاير البور، ويكاد يكون هذا الوصف أجمل ما يمكن أن يجده القارئ في مرتفعات ويذرينغ. لكن الرواية تحتوي على وصف معقد وفريد للمشاعر الإنسانية وعلاقاتها المعقدة، والتي يعتقد البعض أنها تقترب من الواقعية، ويتفق كثيرون أنها جعلت الرواية تستحق شهرتها في الأدب الإنجليزي. شكراً لطيب استماعكم.